10 ديال الأسئلة نجاوبوا عليهم اليوم منكم نتوما اللي كتبتوهم على حساب القارئين. بقى معنا إن شاء الله ما تمشي فين، وخاصك تتفرج في هذا الفيديو وتنشره باش تعم الفائدة. السلام عليكم، حياكم الله اجمعين. الناس مشاركين معنا بارك الله فيكم، والناس اللي يتفرجوا معنا من جديد تما بارك الله فيكم. كنطلب من الله عز وجل يوفقنا فيكم الخير، وكنطلب من الناس اللي مازال ما داروش الجيم يديروا الجيم والاشتراك باذن الله باش يوصلكم كل جديد، ونرفعوا من هذه القناه هذه، ونطلب الله عز وجل كل عام ولله. عشرات الاسئله نتكلموا فيهم اليوم اللي هي كدور في العقل ديال الانسان وكتمرته بزاف، خصوصا الناس اللي مرض بالامراض الروحيه، ومنهم الناس اللي مرض بالامراض النفسيه والعصبيه. بزاف ديال الناس يقول لك شكون هو هذا القارين، شكون هو هذا القارين. هذا السؤال اللي كيطرى على الناس، شكون هو هذا القارين. القارين اخوتي هو شيطان، هو مخلوق من اعلى طبقات الجن واقواها واشرسها، ومن صفاته المكر والعناد والخبث. طيب هذا السؤال اللي ولدناه، هل يموت القارين؟ هناك بعض الناس مساكن اللي في عقلهم واش القارين كيموت. القارين لا يحرق ولا يموت، فهو مقرون بالإنسان في الدنيا، والله خلقه لأجل ذلك. السؤال الثاني جزنا. السؤال الثالث، بعض الناس كتقول لك ما شنا هي الوظيفة ديال القارين. ملي كتقول الإنسان راه عندك تسلط القارين، تقول شنا هو الوظيفة القارين أصلا. وظيفة القارين خوتي هي الوسواس والتأثير على مشاعر الإنسان، مثل تزيين المعصية وغير ذلك مما يضر الإنسان، كما يستطيع التأثير على الأحلام ولا يتعدى تأثيره عن ذلك. طيب بعض الناس يقول لك واش ممكن نشوف القارين ديالي، وهذا كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس اللي كيمشيو عند الدجاجيله وكيمشيو عند الشوافات، يقول لك غنبين لك القارين ديالك وغتشوفو في المنام. نجاوب على السؤال، لا يمكننا رؤيته الا اذا حدث امر ما خارج عن ادراكنا للاشياء اللامرئيه. اذا ما يمكنش تشوف انت القارين ديالك على الصفه ديالو، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رايتم الجن على حقيقته لصعقتم. السؤال سالا، هل بامكاننا التحدث مع القارين؟ كاين بعض الناس ملي كيمشي عند الشوافات ولا عند المشاوين تقول لك انا كنشوف، انا كندوي مع القارين ديالي، او لا هو كيدوي مع القارين ديالو. ليس بامكاننا ذلك. شنو اللي كيخلي القارين يتكلم؟ هو ملي كيمشي المشعوذ اللي هو كيستعن بالجن، فكيستعن هو بالجن باش كيجيو عند القارين ديالك انت، كينقلوا له الاخبار ديالو وكيديهم عندك الشواف، باش ملي كتمشي مني كتبدي يقول لك انت عندك وعندك وعندك وعندك، كتقول انت الكلام اللي تيقول داك السيد على صواب. اذا داك الكلام الدقه ديالو ما كتنورش البرد. هذا هو التسلط ديال القارين على الانسان، وكيفاش كينقل الانسان داك المسائل. هل يستطيع القارين ان يدخل لاجسامنا؟ هذا سؤال بزاف اللي كيدور عند الناس، تيقول لك واش القارين في الجسم ديالنا الداخل. علميا وطبيا، نمشيو بالعلم وتبطيب في هذا السؤال هذا، علميا وطبيا لا يستطيع الدخول لاي جسم بشري، وليست له القدره على ذلك. مفهوم؟ ما يجيش واحد يقول لك لا انا عندي القارين في الجسم ديالي. القارين مقرون بك وليس داخل جسدك. اذا قلنا داخل جسدك انت ملبوس، وليس عندك قارين، انت ملبوس بالقارين. هذا هو المفهوم، انت ملبوس. اذا الملبوس هو من دخل الجن الى جسده، ومن دخل الشيطان الى جسده، اما القارين فهو مقرون بك لا غير. هذا سؤال اللي تسولت فيه واحد المره، وبقيت كنبحث وكما لقيتش الجواب، ومازال ما لقيتش الجواب، والله اعلى واعلم. تيقول لك بعض الناس اين يذهب القارين بعد موت الانسان؟ ملي كيموت الانسان اين يذهب القارين؟ القارين عند موت الانسان تنتهي مهمته، ويذهب حيث شاء الله له ان يذهب. انا مازال كنبحث في هذه النقطه، مازال ما لقيتش ليها الجواب باذن الله. القارين المهمة للقارين، القارين ترى يوسوس بالشر، ولذا جاء الأمر بالاستعادة من شر وسوسته في صورة الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وترى يتسبب في نسيان الخير لبني آدم، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وترى يعد ويمني، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وتارة يقذف في القلب الوسوسة المرعبة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هل يوجد قارن من الملائكة؟ كما أن هناك قارن من الجن، هناك قارن من الملائكة، وهو يفعل عكس ما يفعله الشيطان، فالشيطان يأمر بالشر والملك يأمر بالخير.
وكلاهما ليس لهما سلطان على اختيار الإنسان، فالإنسان يختار ما يشاء ويتحمل عواقب اختياره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. القارن عندما تذكر الله يصغر ويتلاشى، وعندما تغفل عن ذكر الله يعود الوسوسة والضلال. القارن عندما تقرأ القرآن يخنس ويستتر، وهنا تتجلى فائدة المواظب على قراءة القرآن. فقراءة القرآن بمثابة الصيانة من تأثير وسوسة الشيطان، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا أحبابي الكرام أتممنا هذا الفيديو بإذن الله، فالمرجو مشاركة هذا الفيديو مع أحبابكم للاستفادة من هذا الدرس المهم جدا. أحبكم في الله، والسلام عليكم.